جديدة من اتيكيت مع أخصائية الاتيكيت السيدة نادين ظاهر. صباح الخير نادين. صباح الخير لا. شكرا اليوم. الحمد لله. أنا رانيا. بالحقيقة أنت اليوم عن جد كثير حلو. أنا I love your shoes. بس أنت لوك ياباني. صحيح من واحد مناسبة. من واحد مناسبة الحلقة اليوم، الحلقة عن العزايم والبروتوكول الياباني بشكل عام. عن شو رح نحكي هيك تحديدا بالحلقة؟ بتعرفي نحن هلا صرنا عملنا الاتيكيت المطبخ اللبناني والطلياني، هلا عم نعمل ياباني، وبعدين جمعة نهار الخميس رح نعمل الصيني، لأنه في فرق بيناتهم. يعني المطعم الآسيوي مش زيت شي، في اشياء بنقدر نستعملها هون، بس في اشياء ممكن تكون مختلفه تماما. يعني مثل نحن اذا بدك نحن والخليج، مش اي بلد من بلدان الخليج بتختلف العوائد عن بعض. اليابان بلد رائع وجميل جدا، وعنده كثير 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 بتعرفي هيك، عنده بعد تعلق كثير قوي بالعادات والتقاليد. وبحب اقول انه اليابان طلعوا شيء اسمه بوليس اتيكيت، يلي هي استعملوا الرجال المسنين او الاشخاص المسنين يلي بعد التقاعد بينزلون على المحطات المترو لينتبهوا للاشخاص او لينتبهوا للجيل الجديد كانه عم بيكون لايق مع الاشخاص الاخرين. وهيدا بيدل قديش ان بعدهم متمسكين بهالقيم الحلوه يلي نحن بنتمنى انه كمان نرجع لها، وكمان نرجع نحييها اكثر واكثر. نحن طبعا بنتمنى، ولكن ايضا ما ننسى انه قد ايه في مطاعم يابانيه بلبنان، قد ايه في الطعام الياباني بلبنان، فمنشان هيك رح نعطي شويه تيبس. نصايح. صحيح. عن الاكل الياباني اكل طرق يعني اذا بدك على الماركت على السوق بشكل جديد من تقريبا 15 سنه. واخذ هيك رواج كثير كبير. اليوم نحن بنحب كثير الاكل السوشي، في كثير ناس بتحبه، في كثير ناس تبعه صحي يمكن شوي اكثر من الصيني، بس طريقه الاكل الياباني له خصوصيه. بس انا بدي احكي قبل ما بلش انه اذا كنا نحن بصحبه، اذا رحنا على اليابان لانه بلد رائع، اذا رحنا على اليابان ننتبه لانه اليابانيين اشخاص كثير رسميين. ما فيك تنعزمي على بيت ياباني، كثير قليل ما تنعزمي على البيت باليابان، كون البيوت تبعيتهم كثير صغيره. فلهالسبب ما تستغربوا اذا كان اليابانيين عزموكم على المطاعم، قليل جدا ما تنعزمي على البيت. واذا دخلتي على بيت ياباني كمان الانتباه انه هن عندهم ارض تاتامي، فبتشلحي من اجريك، وبيكونوا هن محضرين لك شوز معين لتستعمليه، فهيدي كمان تنتبهوا لها انه بالياباني بيشلحوا الحذاء. ثاني شغله كمان الكراسي والطاولات موجودين واطين كثير، مش مثل الموائد الاوروبيه عاليه، فكمان الانتباه انه هيدي اشياء فيها تكون يعني مش منتبهين لها، بس لا تكون نعرف انه هي تدخل كمان باطار المطبخ الياباني. هلا استعمال الشوبستيكس يلي هي كثير ناس بتقول لي طب انا ما بعرف استعمل شوبستيكس، بقدر استعمل الشوكه والسكينه. بدي اقول انا انه اليابانيه بياكلوا السوشي والساشيمي بالايد، ما بياكلوها بثلاث اصابع، لهم طريقه كثير خاصه بياكلوها بالايد. فنحن وقت اللي بنطلب الشوكه والسكينه مثل الملعقة عند الطليان بالمطعم الطلياني، دائما الانسان مفروض يتبع العادات اللي هو بيعرفها او اللي بيكتسبها. يعني اذا انا مش من عاداتي اني اكتب اكل بالشوبستيكس، او مش من عاداتي اكل السباجيتي بدون ملعقه، فدائما استعمل الاشياء اللي بتريحني. في اشياء بتعرفي نحن بنسميهم بيبي شوبستيكس، او انه مساعده للشوبستيكس، يمكن احيانا الاوتوماتيك اللي بدنا نقول انه كمان هي استعمال الخشب او الشوبستيكس هو كمان خصو بالسمك، لانه الحديد مع السمك ما كثير يعني ممكن يتفاعل او بيعمل شوي هيك مثل زنخه، فلهالسبب هني بيستعملوا كمان الخشب. وكمان لانه حكينا عنها انه فات الخشب على كل هاي البلاد، لانه كان في ضريبه كثير عاليه على الحديد، فلهالسبب استعيد عنا بالخشب
حسب، وصارت بعدين عادي كتير. في منهم منعاج إذا مننتبه فيه كمان معمولين منعاج أو من بورسلين لضروريات اقتصادية بوقتها. هلأ وقت اللي بناكل بالشوبستيكس كتير مهم، هيدي بدي شدد عليها لأنها صلب الاتيكيت، ما مندل على الأشخاص نحن ماسكين الشوبستيكس. يعني إذا أنا عم بحكي بدي أقول لك شغلي، ما بعمل هيك بالشوبستيكس، ما بشك الشوبستيكس بالطول بالرز، لأنه هيدي بس للفيونرلز، بس للعزوات بالعزا. إذا كان حدا ميت عندهم عادي إنه بتجيب له عندهم هيك مثل بحطوا صورته للشخص المتوفي، هو بكون جوزة أو يعني البي، بحطوا كاسة رز وبشكوا شوبستيكس بالطول. فلهالسبب أنت عم تاكلي شوبستيكس له شوبستيكس هولدر، أو إذا لا بتحطيه على الصحن دايما واطي، ما بتحطيه أبدا مشكوك هيك، وما ما بتعملي بتدلي يعني على الأشخاص مثل الشوكة والسكين بدون تقريبا. في شغلة كمان بدي أقولها، إنه نحن اليوم بتعرفي يمكن في ناس بتشرب ساكي، هل كل مرة حدا شرب كاسنا مضطرين نحن نشرب؟ إذا ما لنا قادرين نشرب لا ما بنشرب. هذا الشيء بيطبق على العرق اللبناني؟ على كل شيء. دائما انت بدك تعرفي انك انت تكوني يعني ما تدخلي بهالصراع بين انه انا مفروض اعمل هيك وهالشيء بيأذيني. لانه اذا كان سكرتي او كان فقدتي قدرتك على التحمل فهذا الشيء ممكن ينتج عنه مشاكل اكثر. بدي اقول انه اذا عم نعمل بزنس باليابان او بالصين ننتبه انه يكون معنا اشخاص بيشربوا لانه هن بحبوا هيدي العاده. فهون بيسهل اذا في واحد من الاشخاص على الاقل، وهيدي بننتبه لها دائما انه في شخص ممكن يكون هو عم بيتحمل او كل لانه اسم الله بيشربوا كثير. ثاني شغله، ولكن نادين اذا شربوا كيسنا ونحن ما حابين نشرب بنشرب الكيس ولكن ما بناخذ بلعه. ما بناخذ البلعه بالضبط. الاكل وقت اللي بيجي اكيد انت دائما تنطري الشخص. هلا بدي اقول انا انه باليابان دائما بينطروا الضيف هو اللي ببلش، عكس الموائد الأوروبية اللي هي ست البيت هي اللي بتعطي الإذن، أو الشخص الداعي هو اللي بيعطي الإذن يعني ببدء العشاء أو الافتتاح الطعام. فإذا الضيف هو اللي ببلش. باليابان مفروض تخلصي كل الرز على الآخر، هيدي كمان كتير كتير فيها مدلول انك انت ما عم تعملي ما عم تتركي اكل. تاني وفي كمان بدك يعني وقتها بتخلصي الرز تبعك يكون الشيرينج، اذا بدك تصبي من الصحون اللي موجوده قدامك بتستعملي قفا الشوبستيكس، لانه ممكن اذا ما في شوكه يعني اذا ما في الادوات لحتى او ما في شوبستيكس للصحن اللي موجود وفي نحن بدنا نعمل شيرينج فيه، بتاخذي الصحن وبتصبي بكعب الشوبستيكس لحتى ما يكون انت كمان دقتي فيها، مش من المكان اللي بناكل يلي بناكل فيها ومنمرق نحن، او بنرجع بنحطه محله اذا كان طاوله بتبرم، او بنمرق من اليمين باتجاه عقارب الساعه. نادين سؤال من شربي اللي هو يوسف، طب اذا سكبنا بكعب الشوبستيكس كيف بدنا نقدر نرجع ناكل فيهم؟ رح يوسخوا لنا ايدينا؟ لا، لانه هي طب تكوني بتاكلي بالشوبستيكس الطبيعي يلي هن بياكلوا، هن ما بيمسكوه من فوق الطرف. هن بيمسكوه من النص، فلهالسبب يعني كله مدروس عندهم، لهالسبب وقت بيستعملوا هيدا الطرف ما بيدق على ايدهم. نحن كوننا أشخاص ما بناكل بهذه الطريقة بنقدر نطلب أو نستعيد عن هالشي بشي نحن بنقدر نعمله. يعني أنا هون عم بقول أنه ما تستغربوا إذا كان في أشخاص من اليابان، وأنا انتبهت لهم وقت كنت هونيكي، تعرف مثل عنا كيف نحن وقت بناخد اللقمة فجأة بالخبز هيك لقمة الحمص بشكل سريع، يمكن إذا حدا أجنبي بدي يعملها ما بيقدر يعملها، هن بيعرفوا يتصرفوا بهذه الطريقة. فمن قفل شوبستيكس هيدا هو لحتينا واحد يصب بمحل آخر ومنمشي فيها بقلتيلنا بأي مثل عقارب الساعة يعني من اليمين للشمال. تاني شغلة في كمان شغلة مهمة نعرفها، أن اليابانيين بحبوا كتير الهدايا، بيهدوكي إذا رحتي لعندهم بيهدوكي هدية صغيرة، ما في لك شو هي، وردة هيك أشياء بلفوها، يعني كتير عندهم هيدي فكرة الهدية حلوة كتير. بس بدنا ننتبه لرقم 4. رقم 4 كونه بينقال بتشي، يعني إذا بدك بتنسمع وكأنها موت
دس باللغه يعني بالياباني، فلهالسبب بيتجنبوا رقم اربعه كتير كتير كتير، لفظه بيشبه لفظ كلمه الموت. فلهالسبب انتبهوا انه ما تعطوا هدية من أربع أشياء، هيدي كتير حتى كتير الرمزية طبعا. جدا جدا superstitious بشكل كتير عالي، يعني عندهم هيدي الأمور كتير مهمة. يعني إذا كان حتى في أشياء هيك شوي بسيطة، إذا كان أنت خلصتي ونمتي بدي كتير انه بدك تتحولي لدراجون، او اذا كان سفرتي بالليل بدك تتحولي لسنيك، او بيجي لعندك الحقيقة. في كتير اشياء superstitious بتدخل بيأمنوا فيها. نحن ما علينا نقول كانوا صح ولا لا، لأنه هيدي كمان تدخل في إطار الثقافات الأخرى. كتير كمان مهم نعرف أنه الأشخاص اليابانيين هن ناس كتير هيك فورمال الترسميين، ما بيسلموا بالإيد. يعني تباو هي كتير مهمة نعرف أنه بينحنوا، وكل ما كانت الانحناءة أطول وهيك يعني أكتر، كل ما يكون الشخص عم بيكرم أكتر يعني. عم بيكرم الثاني أكتر. وعندهم كتير 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 تراتبية عالية، لياقة مش معقولة. يعني بيضلون مع بعضهم كل السنين، كيف أنا وياكي، ومنضل نقوله لبعضهم مدام زيد، مدام أشقر، أو مدام داهر كل العمر. يعني بالشرك ما بيرفعوا الكلفة إطلاقا إطلاقا، حتى الأصدقاء يعني. يعني كوني أكيد ممكن يكونوا مع بعض سنين طويلة حتى ما بيعرفوا أكثر من اسمه ولا شو عنده، يمكن إذا عنده أولاد، لأنه ما بيضيعوا وقت كتير بالحديث الجانبية. بس كتير أشخاص يعني حتى وقت بتفوتي على المطعم، بطريقة ترحيبهم فيك، بطريقة الاهتمام، هي طريقة كتير لايقة وكتير بصل بالإتيكيت. وأنا بحيي هيدا يعني هيدا الشعب يلي محافظ على هالتقاليد بشكل كتير كتير عالي، وما سمح ابدا ابدا لاي اذا بدك تقاليد اخرى تاخذ محلها بالتفاصيل الصغيره. نادين، هل بيصير في ردات فعل سلبيه اذا ما التزم هالشخص بالاتيكيت معهم، وتحديدا اذا كان شخص اجنبي؟ يعني بتحسي انه هل لازم يكون هالقد منقز مع الاشخاص اليابانيين؟ اجمل شيء باليابانيه انه هن ما عندهم هالاحساس بانه مفروض عليك انك انت تعملي مثلهم، بالعكس بيريحوك جدا. يعني حتى بتلاقي ممكن واحد ياباني بقرب بيسلم عليك رغم انه هو ما بيعرف يسلم، لا يمشي على تقاليدك. فلا، بس انا عم بقول انه دائما نحن القاعده بتقول when you are in Rome you do like Romans، عندما تكون في روما افعل كالرومان. لما وقت بيجوا هن لعنا بتلاقيهم حتى اذا بتنتبهي بيحكوا لغتنا، يعني بيبعتوا اشخاص بيحكوا لغتنا، بيجربوا يتعلموا كثير اشياء من اللي ثقافتنا، لانه هذا فيه غنى كمان. وان شاء الله نحن كمان نتعلم منهم مثل ما عم نتعلم منك نادين داهر على هالحلقه الرائعة اليوم. شكرا لك، ومنشوفك الخميس إذا الله رد. مشاهدينا رح ناخد بريك قصير، ومن بعده منكون مع نيتشر ومارك بيروتي.